هل الفحش استعمال الفحش يردع عن الفحش؟ هل السب الفاحش يردع عن السب الفاحش؟ هذه كبرى أبطن للكبرى قبل قليل. الآن لو سلمنا بالكبرى نأتي للصغرى، الآن نسلم فسنا نأتي إلى الصغرى، نقول لو ثبتت الكبرى هل المقابل الآن كل إنسان منكم يسأل نفسه هل فعلا الآن ما هو المشهور؟ ما هو المشهور؟ من اللي هو الذي اشتهر بالسب الفاحش والفسق؟ من الذي يسب ويفحش؟ هل يعرف عن أهل السنة السب الفاحش والفسق بعرض النبي وبشرف النبي؟ هل يوجد مثل هذا؟ إذن قضية سالبة بانتفاء موضعها. إذن نقول أما الصغرى فبطلانها واضح جدا، فإنه لم أولا هذا قضية أولى لا يوجد في الخارج. الثانية، القضية الثانية وهي أنه في الخارج الآن يوجد سب، يوجد طعن، طبعا ليس بشرف النبي وعرض النبي وما يتعلق بالنبي وصحابة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، لكن يوجد سب وطعن وجرح وقدح. وإذا بقينا إن شاء الله أنا سأناقش هذا مع انتهازي السنة، سأناقش هذا الأمر وأناقش الطعن الذي يسجل على الشيعة، وسأدفع تلك الشبهات التي من أجلها طعنوا بالشيعة، طعنوا بعرض الشيعة، اتهموا الشيعة، فسقوا الشيعة، اعتدوا على أعراض الشيعة. هذه القضية موجودة، لكن الكلام أين؟ مع النبي، مع عرض النبي، مع شرف النبي، مع زوج النبي، مع أهل البيت سلام الله عليهم. إذن عند الصغرى أناقشها مرة مع أنها هل موجودة في الخارج أو غير موجودة فعلا، ومرة أناقش هل أثرت أو لم تؤثر، هل ردعت أم لم تردع.